فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فخلف من بعدهم، مين بعدهم؟ اللي هم مين؟ اللي هم الأنبياء الذين ذكروا في السورة، وقلنا هم 10 أنبياء. كل نبي من هؤلاء الأنبياء كان بيجي من بعدهم جيل، كثير من هذا الجيل كان للأسف لا يلتزم بتعاليم الدين الذي يتبعه، فمنهم من كان يضيع الصلاة ويتبع الشهوات. هنا المفسرون قالوا إيه المقصود بأضاعوا الصلاة؟ هل تركوها بالكلية أم أخروها عن وقتها؟ والقول الراجح أنها تشمل المعنيين، كان في اللي بيضيع تماماً ما بيصليش أساساً، وكان في اللي كان يؤخر الصلاة عن وقتها. ويا أخوانا تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب، والدليل قول الله فويل للمصلين. ده الآية دي مش واضحة، الآية التانية أوضح، فويل للمصلين كانوا يصلون ولكن الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. وكلمة ويل يعني وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا على ارتكاب كبائر. ولذلك يا أخوانا التحدي عند المسلم أولا أداء الصلاة على أوقاتها. يعني لو أنت لسه بتتعثر في موضوع الصلاة، يبقى أول حاجة تركز فيها كنوع من ترتيب الأفكار كده وتنظيم الوقت مع نفسك كده، تعمل إيه؟ تحدي عندي أنا مش هفكر إلا أداء الصلاة على أوقاتها، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. الفجر وقته إمتى؟ لغاية قبل الشروق. مش مشكلة الجماعة الآن، متفكرش في صلاة المسجد ولا صلاة الجماعة، أنت واحد أصلاً بتؤخر الصلاة عن أوقاتها، عندك مشكلة كبيرة. يبقى التركيز كنوع من التدرج مع النفس، حصل للصلاة على أوقاتها، الظهر قبل ما العصر ما يأذن، والعصر قبل المغرب ما يأذن، والمغرب قبل العشاء ما يأذن، والعشاء على الراجح قبل الفجر ما يأذن، كل ده وقت للعشاء. شوف الدنيا سهلة، لكن الفجر لازم لغاية الشروق. استطعت أن تحافظ على الصلاة على أوقاتها، أنت كده جبت درجة النجاح. في درجة كمان بقى أحسن، اللي هي في جماعة، وبرضو درج نفسك، هصلي جماعة في البيت مع زوجتي أو مع ابني من أبنائي أو مع زميلي في العمل، مش هصلي في المسجد دلوقتي. أنا واحد ما كنتش بصلي في المسجد، فأنا بدرج نفسي. يبقى الخطوة الثانية بعد تثبيت خلاص الصلاة على أوقاتها دي أساسي، الخطوة الثانية الصلاة في جماعة في البيت أو في العمل. ولو فضلت على كده على فكرة أنت على خير، لو لغاية ما تموت أنت تصلي على أوقاتها وكمان في جماعة مع أي أحد من الناس أنت على خير. لكن درجة بقى الأحسن والأكمل والأفضل أن تصلي الصلاة على أوقاتها في جماعة في المسجد، دي الدرجة الثالثة ودي أفضل المراتب. لكن درج نفسك، ما تخشش على طول الصلاة في المسجد وانت عمال لسه مش عارف تصلي الفجر. ليه؟ علشان نوع من ده حاجة في طبيعة النفس يا أخوان، تأتيها يعني تأتي عليها بالتكاليف مرة واحدة تلاقي اللي تعبت منك، خدها حاجة حاجة. بس ما ينفعش انت الآن في خطر لو لسه بتؤخر الصلاة عن أوقاتها، هتكون من ضمن هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. المقصود هنا الشهوات المحرمة، مفيش مشكلة تتبع الشهوات المباحة. يعني الراجل بيحب النساء فبيتجوز واحدة واثنين، ده كده مش حرام عليه مدام بيعدل بينهم. واحد بيحب الفلوس فبيشتغل وبيجيب فلوس كتير، شهوته في جمع المال مفيش مشكلة مدام بيجمعها بوسيلة مباحة، ومدام مش مؤثر في الأساسيات الدينية مفيش مشكلة. بيحب يخرج، بيحب يتفسح، بيحب يسافر، مدام يبني بالضوابط الشرعية مفيش مشكلة. إنما اللوم والعتاب إذا اتبعت الشهوات المحرمة، الزنا والخمر والمعاصي، أو اتبعت الشهوات المباحة بما يعوقك عن أداء الفرائض، بتتفسح وبتضيع بقى صلاة الجمعة وبتضيع وبتجمع صلاتين مع بعض، ده المحرم. دول بقى اللي ارتكبوا المعاصي، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، جزاؤهم إيه يوم القيامة؟ فسوف يلقون غيا. القول الراجح إن الغي بمعنى
الخسران والشر. في علماء قالوا وادي في جهنم، لكن هذا ليس عليه دليل، إنما دي كلمة عامة بمعنى سوف يلقون شرا وخسرانا، إلا والحمد لله ده من رحمة ربنا، حتى لو أنت كنت بتضيع الصلاة، حتى لو كنت يعني في طريق الشهوات المحرمة، مجرد ما بتتوب تاب الله عليك. دي يعني فعلا من عظيم رحمة الله. واحد له 90 سنة بيعصي، لو تاب توبة نصوحة تاب الله عليه، كل المعاصي اتمسحت. لو تاب فعلا صادق خلاص، طب دول 90 سنة، وإن شاء الله 100 سنة، وإن شاء الله أكثر من ذلك. لكن رجع، مدام رجع فهو على خير، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وبدأ بقى يعمل الصالحات، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يعني شوف، كان عاصي طول عمره وقبل ما يموت بساعة تاب هيخش الجنة على طول. بس طبعا ما تقولش ايه، طب انا هعمل كده، ما انت بتعرفش هتموت امتى، يعني ما ترهنش على الموضوع ده. اه رحمة ربنا واسعة، تقول يعني افضل يعني ايه بقى، بقاله 90 سنة بيعصي ورب يتوب عليه، طب انا اعمل زيه، ما انت مش ضامن عمرك، لو ربنا مد له الاجل لكن انت مش ضامن، لو ضامن اعمل زيه، لان ربنا رحيم قوي بيغفر مهما كانت الذنوب، وتبت منها تاب الله عليك. لكن بالنسبة لذنوب العباد الحقوق يعني لازم ترجعها، إنما اللي بينك وبين ربنا خلاص ربنا غفرها. وشوف بقى عظمة ربنا، ولا يظلمون شيئا. كان ممكن ربنا يتوب بشرط ياخد من الحسنات، يعني أنت عصيت ربنا 2 سنين تبت ناخد حسنات 2 سنين دي مع دي وابتدي يلا. لا، ولا يظلمون شيئا، يعني لا ينقصون شيئا من أجورهم، يغفر لك كل اللي فات وحسناتك زي ما هي. جنات عدن، وقلنا قبل كده عدن مش اسمها عدن، معناها جنات عدن في اللغة، عدن يعني إقامة، جنات إقامة دائمة، تفضل خالد في هذه الجنات التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ربنا وعد العباد المؤمنين بهذه الجنة بالغيب، يعني هم ما شافوش الجنة ولكن بيسعوا إليها، ومدام ربنا وعد يبقى الوعد آتي، إنه كان وعده مأتيا. ولو احنا يا اخواننا اتحركنا بهذا اليقين، يقين ان الجنة آتية لمن عمل صالحا، هتهون عليك الدنيا جدا، والخناقات اللي انت بتتخانق عليها بسبب الدنيا هتلاقيها امور تافهة جدا. اللي انا بعمله ده بتخانق على ايه؟ ده الدنيا كلها بالنسبة للجنة كرجل ذهب الى بحر او يم وادخل اصبعه فيه، فما خرج منه النقطة دي هي الدنيا بالنسبة للآخرة، هي دي الدنيا. فلو أنت عندك اليقين ده مش ممكن تبقى منزعج من بعض الأمور اللي عادة كثير من الناس يعني بيتشاجر عليها أو بتؤرقه عن النوم أو نحو ذلك. لا، وعنده يقين، عنده حتة تانية خالص بيدور عليها، مش شايف الدنيا، هو الدنيا وسيلته بقى للحلم ده، حلمه الآخرة وحلمه الجنة، اللي هو متأكد أنه لو عمل صالحا سينال الجنة، إنه كان وعده مأتية. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. اللغو الكلام الذي لا فائدة منه، يعني رغي كتير، كلام كتير، وسبحان الله كأنه ده نوع من العذاب. كنا يا أخوانا نقعد في مجالس فيها لغو، ومش لازم يكون معاصي، مش غيبة بس، لا، كلام ملوش لازمة ملوش معنى، تضيع وقت، ده كأنه عذاب مش موجود في الآخرة، مش موجود في الجنة. فأنت لا تسمح بوجود اللغو. اللغو ده يا أخوانا شيء يعني متعب، فخلي دايما مجالسك مجالس مفيدة نافعة. والله الناس دي بتقول أي كلام، لا نسيبهم، أذكر الله عز وجل أفضل، بيقولوا كلام مفيد نافع في الدنيا أو في الآخرة أبقى معهم، لأن لغو مزموم. إلا سلاما، يعني مش بيسمعوا لغو لكن بيسمعوا السلام، ليتحية أهل الجنة فيما بينهم. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. بكرة في اللغة العامية احنا بنقولها بمعنى غدا، لكن هي في اللغة العربية بمعنى الصباح، والعشي بمعنى المساء، يعني لهم الرزق صباح ومساء. والعرب بتقول كلمة بكرة وعشية وتقصد الايه؟ الديمومة، يعني لهم الرزق يعني صباح ومساء بس. طب افرض انا عايز بعد كده مفيش، لا فيه، بس ده معنى يعني او اسلوب عربي لبيان دوام الرزق في الجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيوة، دي الجنة اللي ربنا هيعطيها للأتقياء. وأبسط تعبير
لتفسير الأتقياء هم الذين يجدهم الله حيث أمرهم ولا يجدهم حيث نهاهم. أمر ببر الوالدين بيلاقي ببر الوالدين، نهى عن دخول أماكن المعاصي ما يلاقوش في أماكن المعاصي. اللي بيعمل كده هو ده التقي، وهو ده لا يدخل الجنة. وربنا سمى دخول الجنة أو إعطاء الجنة ميراث. ليه؟ علشان تعرف إن أعمالك لا توازي النعيم المقيم الذي في الجنة. يعني هي مش عمل وصده متعة معينة، لا دي متعة طبعا دائما. انت اشتغلت 60 سنة 70 سنة أعمال صالحة، خدت مليارات السنين من المتع ومن من الإقامة الدائمة ومن الأكل والشرب ونحو ذلك. هل دي تساوي دي؟ لا طبعا. ولذلك كأنها ورث، كأن خدت حاجة جاهزة من غير بدون تعب. أعمالك مهما بذلتها في مقابل النعيم اللي هتشوفه كأنك لم تعمل شيئا، كأنك أخذت الجنة بدون تعب، وإنما الأعمال سبب في اللي أنت بس إيه تدخل في الجنة. إنما نعيم الجنة لا يوازيها عمل مهما كان، فمهما تتعب ده لا يوازي النعيم الذي تراه في الجنة. وما نتنزل إلا بأمر ربك، ده بقى كلام من كلام الملائكة في حديث البخاري. النبي بيقول لجبريل: يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ أنت ما بتجيش كتير ليه يا جبريل؟ النبي بيحب سيدنا جبريل. فنزلت الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. احنا مش بننزل بمزاجنا، ننزل بأمر الله عز وجل. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قول الراجح له ما بين أيدينا، ما بين أيدينا من الدنيا، يعني له أمر الدنيا لله سبحانه وتعالى. وما خلفنا يعني أمر الآخرة، فأمور الدنيا لله وأمور الآخرة لله. وما بين ذلك، طب هو في حاجة بين الدنيا والآخرة؟ ما هي الدنيا بتنتهي بعد النفخة الأولى، والآخرة بتبتدي بعد النفخة الثانية. فاللي ما بين ذلك إيه؟ ما بين النفختين. حتى دي كمان بتاعت ربنا، كله بتاع ربنا. وما بين ذلك، لذلك قال المفسرون: وما بين ذلك يعني ما بين النفختين، اللي هي برة الدنيا والآخرة، عشان ما تفتكرش دول خارجة عن سلطان ربنا ولا حاجة. لا، وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يعني ما تقلقش يا رسول الله، ربنا لا ينساك. الوحي ينزل بقدر، وربنا سبحانه وتعالى له كل شيء بمقدار، أو يفعل كل شيء بمقدار سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ده اللي تخرج بيه بقى من الدرس بتاع الليلة، واصطبر لعبادته. مش اصبر واصطبر، محتاج صبر وديمومة على هذا الصبر. ما يا اخواننا الصلاة لغاية ما تموت عايزة صبر، وترك المعاصي لغاية ما تموت عايزة صبر، وصلة الأرحام حتى تموت عايزة صبر، وترك المال الحرام المغري السهل عايزة صبر. وهو دورك في الدنيا كده، واصطبر لعبادته. تفضل صابر على عبادة ربنا في فعل الواجبات وترك المحرمات، والصبر على أقدار الله المؤلمة لغاية ما تدخل الجنة. أنت موجود في الدنيا لهذه الغاية، واصطبر لعبادتي. هل تعلم له سمية سبحانه وتعالى؟ هل تعلم لله نظير في كرمه وفي عطائه وفي غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى؟ الآن ليه؟ تعبان، خايف إن مجهودك يروح سدى؟ أبدا، كل مجهود مبذول هتاخد أضعاف وأضعاف وأضعاف أجرا وثوابا يوم القيامة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.